اسمي سماح عشان عمري 12 سنة. مريم. ام الله سالم. اسمي ضرار علي سالم. انا اسمي ولا رينادا يساوي. دنيا ناصر السالم. انا اسمي اسيل. رافت ناصر السالم. جبارة. منى هشام. اسمي محمد. ماجد. انا اسمي غزالي ابراهيم احمد سالم. سرحنا. سامر. مرحبا، أنا ريم عساوي بنت الأسيرة ابتسام عساوي، هي مسجونة هلأ بسجن الدامون اللي بجبل الكرمل. هي صار لها تقريبا 8 سنين بالسجن. أنا لما يعني هلأ أنا بصف تاسع، يعني عمري 14 ونص. هي انسجنت وقت ما أنا كنت أول 6 سنين عمري. لما انسجنت كانت أختي الصغيرة، يعني بعدها أشهر، يعني بنعدوا على الأصابع أشهر، كانت لسه ترضع. شي ناقص مني، ولما بحس انه امي مش موجودة مش عارفة كيف بدي اعمل. اهميتها ان هي يعني بتعبينا وجودها في حياتنا، بيعبينا الفراغات وبتلبينا ملزوميات، يعني من دونها حياتنا فيش فيها اشي. يعني كانوا الاعياد، اعياد ميلادنا وعيد الفطر وعيد الاضحى، كانت أنا ما تبقى معانا. يعني إذا ما بتكون الأم بالبيت يعني وكأنه فيش في حدا. خالتي إلينا وخال خليل وخال إبراهيم وخال موسى. اسمي زي باقي أولاد الأم برا السجن. عشان يعني ماما مش بالبيت أكيد، يعني كل شيء تقريبا ناقص، يعني فيش إشي كنا مكتمل. إلى خبزي أمي وقهوتي أمي ولمستي أمي أحن، إلى خبزي أمي وقهوتي أمي ولمستي أمي وتكبر في. يعني إحنا هلا يعني قبل فترة عشان صار وضعها كتير يعني مش منيح مرة، أنا هيك يعني خلص مش عارفة كيف، يعني نفسي أعمل إشي يعني ما حدا بتخيله. أول مرة ما عرفتهاش أول زيارة، صاروا يقولوا لي هاي أمك هاي أمك، أقول لهم لا مش هاي أمي. وبعدين عرفتها. يعني جوز في الشهر في الشهرين كنا نزورها مرة مرتين، كان صعب كثير نزورها. بكينا نبرد وتاسة تلاقي علينا، ودينا على شو اسمه دكتور. أنا صار لي 3 أشهر ما زرتهاش، صار أيام الخميس أزورها. كنت أنا دائما أروح أسجلهم، ولما أقدم أسجلهم كنت أعيط كتير. لما كان يفيق الصبح أضلني أعيط، أفيق معاهم، أحضر لهم أغراضهم شنطتهم، وكل دقيقة أقول لهم سلموا لي على ماما وسلموا لي عليها كتير كتير، قولوا لها إني أنا بحبكم بحبك كتير. إذا عدت يوما وشاحا لربك خذيني أمي، إذا عدت يوما وشاحا لربك. حسبني كثير إحنا زرناها وشفناها، نزورها كل خميس يعني كل أسبوعين ورا بعض. 6 سنين بس يعني حضرناها بس مرتين، 5 دقايق مش كتير، يعني زيارة من روحها بس أكم نص ساعة وأقل حتى. يعني إحنا منقدرش إنها كده، بس أنا كنت أتمنى من 6 سنين قضيتها إني أكون بجنبها أكتر من هيك، أكتر من مرتين إني أمسكها. يصير كل ما أشرح جفتات وتبقى الدنيا مسكعة. مش سياج ولا كزاز، نشوف بعض على حقيقة ونظر بعض. كنا نحس إن إشي مش مقربنا لبعض، وكنا نحس إنه في إشي بفصلنا عن بعض. وبعدين كنا نتحير كثير تما نزورها، كانوا مرات يرجعونا عن المحسوم ونصير نعيط وهيك نتألم، يعني تما كانوا يرجعونا كثير، كانوا يرجعونا عن المحسوم. يكون في حاجز إلنا إجزاز ونحكي على التلفون، كلك في شو اسمه؟
في ندخل على بعض لا اه ما بتقدر تفوت يعني. بس من واحنا صغار لست سنين احنا من الكزاز على طريق التلفون كل شيء واضح كثير التلفون بس يعني في منهم ناس يعني بيحكوا بالمسون بس احنا بس غير بس امي بتكون بالرملة ومن المستشفى المرة اه اكيد يعني في تقصير كثير من 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 الكل يعني فش يعني حدا مهتم هيك وباعتبارنا يعني خاصة يعني انه مثلا كان وزارة ولا اي حدا تاني يعني من ضفة ولا من هون خلص باعتبارنا كنا احنا اسرائيلية وخلص فش حدا يعني مهتم وانا يعني لو اني يعني انا بحكي يعني لازم يكون اهتمام كبير وخاصة بابناء الاسيرات لأنهم وهم بعدين بيعدوا على الأصابع الأسيرات يعني لازم يكون الكل يعرف فيهم وضعهم صعب كتير كانت فترة سنتين كاملين فترة عزل وقمع بين السجون تم نقلهم من سجن هاشارون لسجن الدمون تم تجميعهم في سجن الدمون سجن الدمون صعب كتير من ناحية إدارة من ناحية تعامل من ناحية كانتين من ناحية العلاج من ناحية مستلزمات الأسيرة لتدخيلها عن طريق الأهل من ناحية الزيارات لحد الآن صعب الوضع شوي كثير من الأسيرات بيعانوا من أمراض خصوصاً الأسيرة آمنة منى إيمان غزاوي عبير عمر وضعهم الصحي كثير صعب ما بيقدموا لهم أي علاج مناسب في أسيرات كثير بيعانوا في عندهم مشاكل صحية شيقة بس كإدارة السجون أكثر عن مسكن مش رح يعطوا يعني بس حبة المسكن بعطوا للأسير فيش اهتمام صحي بالمرة يعني كوضع غرف مثلاً فيش تفوتش فيها الشمس والهواء غرفهم غرف في السجن سواء في بالشارون ولا بالدمون يعني وضع سجن الدمون سيء كثير للغاية يعني وضعهم صعب كثير كثير كانت زيارة الأولاد كل شهر مرة أيام يدخلوا لي إياهم أيام يقولوا لي لا ممنوع تدخيلهم إنك تسلمي عليهم أو تشوفيهم أو هيك أي إشي نفس الإشي الأغراض اللي كنت أبعتهم مع أي ما يبعتوهم الأهل مع الولد ما يدخلوا ليهم كلهم كان صعب كتير غرفة الزيارات مش موفر فيها يعني كنا إحنا شبك وراء أزاز يعني تصوتي يعني تتعبي من الزيارة وتصوتي لأهلك عشان يسمعوا صوتك الإضاءة فيش إضاءة في الغرف مش صحية كمان غرفة الزيارة وكمان فيش زيارات مفتوحة يعني كنت تتمني تحضني ابنك تلمسيه تحس بحنانه ما كان هذه الأمور تتوفر لابنك يعني كانت يوم الزيارة عنا يوم صعب كثير نفسيا نتعب نفسيتنا كانت تتعب يوم الزيارة لأن يعني الواحد تشوف ابنه ما تقدر تحضنه مش كثير إننا بنتفاهم على بعض إنها بتفهمش علينا ولا إحنا بنفهم عليها الأسيرة بتحتاج تأهيل بعد السجن تأهيل من الوزارة تأهيل من المجتمع تأهيل من المؤسسات بتتمنى إنها تندمج بالمجتمع اللي بتطلع له يعني ما تكون منبوذة من المجتمع اللي حواليها نفسيا كمان تستنى لتأهيل نفسي كمان تتأهل عشان تكون بالذات اللي بقعدوا أكثر من سنين بالسجن تكون بحاجة للتأهيل حتى يقدروا يرجعوا ويعيشوا زيهم زي أي مواطن في المجتمع أكيد هي عملت هالإشياء كلياتها بس عشاننا ورح تعمل شيء كثير عشان وإحنا رح نساعدها كمان أتمنى إلهم الفرج للأسيرات اللي ضلوا وللأسرى وجميع الأسرى بالذات الأسيرات الإميات مثل ما أنا حضنت أولادي وهلأ بين أولادي وعايش معهم الحمد لله الله يفرجها عليهم ويلم شملهم مع أطفالهم بقولها أنا اشتقت لك مش عارفة شو بقولها بس يعني إذا بتوصيني بتوصيني على أخوات طبعاً ترى يا شاعر درستي طيب أنا بحبك كثير مشتاق لك مشان تطلعي فرش كمان وأنا بحبك كثير أنا بتمنى إليك يا ماما في الإفراج وأنا بحبك كثير فرش سلام عليك وكلنا كثير مشتاق لك يا ماما بحبك كثير كتير انبسطت بالزيارة لما شفتك احكي لها اني انا بحبها كتير وان شاء الله الفرج القريب
وبحكي لها إنه دراستنا كتير كتير منيحة الحمد لله، وإن شاء الله الفرج القريب لهم كلهم. نانا أحكي لخالي خليل يا أنا بحبه ويا رب يطلع مع الفوز اللي هذا مع الإفرازات يا رب يطلع كلهم نتقبل على حالها ونرجع لها ومشتاق لها كتير من ناحية إني تقعد عندنا هي بالدار مثل أي أم عند أولادها، وحكينا إن شاء الله بتطلع وبنقعد معها، وإن شاء الله إحنا متفائلين كتير إنها تطلع، إن شاء الله بتطلع. كم دبيت حالي؟ إحنا نحبك كتير، دائما سلامة، إن شاء الله نجي نزورك إن شاء الله بصحة عليكي. قولها يعني خلص قد بس سنتين تمسي خليها تضلها صامدة، لأنه إحنا معها ومفتخرين فيها. وهي يعني هي قدوة زي ما بقولوا لإلنا، اللي هي خلص صارت يعني كل شيء أي إشي بعمله بس بتكون هي قدامي، صرت قدامي وبعمل هذا الإشي قدامي. بقولها إنه ما تزعلوا، إحنا بنحبها طبعا يعني مشتاقين لها بنفس الوقت وبس.